السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنتعلم مع بعض ازاي انقل البيانات من الاكسس للاس كيو ال سيرفر باستخدام اداة الاس كيو ال ميجريت تول اسيستنت. انا عندي قاعدة بيانات اسمها تول، فيها جدول اسمه تيبل 1 وتيبل 2. تيبل 1 في الاي دي مفتاح اساسي، رقم واسم الموظف وتاريخ الميلاد والراتب. عندي الجدول الثاني الاي دي مفتاح اساسي اوتو نمبر، والديت والتايم، ودي رقم الموظف والحاله يس او نو. وعندي العلاقات بتاعتهم وان تو مي، وعمول ايه كاسكيد والديليت بدون ادنى مشكله. يعني الفيديو اللي فات تعلمنا الاس كيو ال سيرفر، وكان فيها مشكله في حكايه ايه، في حكايه التريجر اللي هي الكاسكيد ابديت والكاسكيد ديليت والكلام ده كله. في بقى الاضافه دي ان شاء الله هتكون افضل. هنقفل قاعده البيانات الاول. لو انت بتشتغل على اكسس 64 بت واس كيو ال سيرفر 64 بت، يفضل انك انت تستعمل الاداه ال 64 بت. طبعا انت اول ما بتثبت الاداه اللي احنا هنشوفها دلوقتي اللي هي المايكروسوفت اس كيو ال سيرفر ميجريشن تول، هتلاقي عندك اتنين، واحده 64 بت بس مش هتكون مكتوبه، وواحده 32 بت. انا في حالتي دي انا شغال اكسس 2010 32 بت، والاس كيو ال بتاعي 64 بت، فانا هستخدم ال 32 بت على حسب الاكسس. على حسب مين؟ على حسب الاكسس. فلو معاك اكسس 64 بت هتستخدم ده، اكسس 32 بت تستخدم ده. انا هستخدم ده عشان انا 32 بت. هننتظر شويه لغايه لما ايه، لغايه لما تحمل وتفتح معايا. طبعا الملفات الادوات دي هتكون مرفقه اسفل الفيديوهات، ودي شكلها من بره. دي خد بالك ال 64 بت دي انا ماليش علاقه بيها نهائيا، انا بستخدم ال 32 بت، وده الملف بتاعها اللي انا ايه هبعته لك تحت الملف. دي بتطول شويه بس ننتظر. طبعا بيكون ليها بعض المواصفات، ان جهازك يكون راماته 4 جيجا بايت، رامات محترمه، جهاز محترم، عشان ايه الادوات دي بتكون تقيله شويه. فطبيعي طالما انت عايز تعمل مشاركه لقاعده البيانات على الانترنت لازم يكون جهازك يستحمل. مش تجيب لي جهاز تعبان وتقول لي انا هدخل عليه 20 مستخدم في نفس الوقت والكلام ده كله، لا، لازم جهازك يستحمل الشغل ويستحمل معالجه البيانات بشكل سريع. انا هحاول ارفع لك كل فيديو لوحده وهقسم لك الخطوات لوحدها بحيث واعملهم لك في سلسله محترمه. هنسميها مشاركه قاعده البيانات على الانترنت باستخدام السكيول سيرفر، عشان تكون الامور سهله وما تتوهش مني، وتكون الامور ايه واضحه ان شاء الله. مش هعمل لك فيديو مثلا ساعه ولا ساعتين وتفضل انت تتوه في الكلام ده ويبقى الموضوع ايه مش واضح، لا، انا هقسمهم لك فيديوهات وارقمهم لك ويكون معاك السلسله كامله ان شاء الله. Migration Assistant for Access، اخر اصدار، الاصدار 7.3 من مايكروسوفت. ننتظر التحميل قليلا. كده التحميل انتهى، هتبدأ تفتح معايا. هيفتح لك أول حاجة اللانش ويزارد، المستعرض، هتقول له نيكست. هنا ده البروجكت، يعني المشروع في البرنامج ده اسمه إيه؟ مثلا هنسموه SQL Migration 3، هيتحفظ في المكان ده. ميجريت 2 الدمج أو الترحيل هيكون لـ SQL 2012، ده أنا بشتغل. لو أنت على 2008 تشتغل 2008. على اي نوع تاني من انواع قواعد البيانات تشتغل عليها، انا بشتغل على 2012. بقول له نيكست، بيقول لي انا هحط قاعده البيانات، لازم قاعده البيانات تكون مقفوله. هقول له ادي تابيز، وادي القاعده اسمها تول اللي انا قلت لك عليها اهي، اتضافت. بقول له نيكست. خد بالك هنا بيحمل الجداول، شايف 100% دي بيحمل الجداول والاستعلامات. كل ما يكون الجداول كتيره والاستعلامات كتيره كل ما هيطول معاك شويه. أنا عندي التول أهي، وأدي إيه الجداول بتاعتي اللي هما هيتضافوا، وأدي الإندكسد، وأدي الكيز البرايمري كي، والعلاقات بتاعتي، والكلام ده كله. بقول له نيكست. هنا بكتب اسم السيرفر بتاعي، لو مش مكتوبة تكتبها بإيدك، وهنا بتكتب اسم قاعة البيانات اللي الكلام ده هيترحل ليها، لو مش مكتوبة تكتبها بإيدك. وهنا تكتب اليوزر نيم والباسورد، سواء كان الأوثنتيكيشن التوثيق بالـ SQL أو الويندوز، ايا يكن التوثيق بتاعك. بعد كده طبعا انت ممكن تغير دي، ممكن نخليها اي قاعده بيانات تانية، ولا يكون نسميها مثلا، ولا خلينا في هي هي مفيش مشكله. واقول له نيكست. هنا هقول له لينك تيبل، يعني اعمل لي ربط
للجداول. ولو انت مش عايز تعمل ربط مفيش مشكلة، بس يفضل ان احنا نعمل ربط بالمرة. خد بالك انه تحت هنا ايه قال لك الكونكشن سكسسفول، يعني تم الاتصال بنجاح مفيش اي مشكلة. هقول له نيكست. شوف هنا بقى بيعمل كونفرت اهو للاوبجكت، قال لك صفر ايرور، يعني قال لك زيرو ايرورز مفيش اخطاء. الحمد لله انه اهم حاجه مفيش اخطاء. قال لك في تحذير واحد وفي 8 معلومات رسائل عاديه. الاول هنا بيقول لك ده الربط اللي انت هتربطه الجداول دي، هتربطها بالجداول دي تمام. هنقول له اوكي. هنا بيقول لك هنا بقى اللينكد لازم تتاخر الباسورد مره ثانيه، واقول له كونتينيو هيبدا يكمل. هنا كل حاجه زيرو زيرو، يبقى الدنيا زي الفل. اول واحده بس فيها رساله تحذيريه واحده وفيها 8 ايه معلومات. بفتحهم، اول رساله بتاعتي بيقول لي ايه، بيقول لي خد بالك ان البرايمري كي اتغير اسمه، ما فيهاش اي مشكله ما تضركش. وهنا برضو بيقول لك الاندكس نيم اي دي اتغير، بدل لانه مثلا ممكن يكون الاس كيو ال ما يقبلش كلمه اي دي. هنا بقى ده التحذير، بيقول لك خد بالك ان الكولم اي دي is nullable، يعني يقبل الفراغ، بينما ال SQL ممكن لا يقبل هذه الخاصية، فتم حذف ال تم حذف ايه الكلام ده. حتى انا مش عارف الواحد ايه اهو، قال لك ايه during loading database object into SQL server if there are rows that contain null value you might encounter problem during data migration. بيقول لك خد بالك لو في اي بيانات فيها سجلات فاضيه ممكن تواجه مشكله في الموضوع ده، عشان كده لما بننقل الكلام ده بنخلي ايه يفضل ان يكون البيانات فارغه. هنا بعد كده بيقول لك البرايمري كي اتغير، الام ان اوت الفورين كي بتاعه اتغير، يعني شويه حاجات كده ايه بسيطه خالص اللي اتغيرت. وبيقول لك هنا التايم ستامب كولم الاس اس ام اي في حقل جديد تم انشاؤه. المهم الكلام ده كله خلص، بقول له كلوز. كده انا خلصت الدنيا بتاعتي اهو، اللينك والباك اب كومبليت والدنيا زي الفل. تعالوا نديها بصه كده على التول. ممتاز جدا، ادي الجداول بتاعتي القديمه تمام. هو لازم يغير لك اسمها بالشكل كده، وادي الجداول بتاعتي. هيقول لك انا مش هينفع تتصل بيها، ما عنديش مشكله مش عايز اتصل. هكليك يمين عليه واقول له ايه لينك تيبل مانجر، واعلم عليهم صح، واقول له always prompt for new location، يعني دايما تدور لي على المكان الجديد، واقول له اوكي. هيقول لي فين المكان، هقول له قاعده البيت اللي اسمها ايس اوف تيست، واقول له اوكي. هيقول لي دخل الباسورد بتاعك، هدخل الباسورد بتاعي واقول له اوكي. هيقول لي الريفرش لللينك تم بنجاح، واقول له كلوز. افتح الجدول شغال معايا، والجدول الثاني شغال معايا بدون ادنى مشكله. هنا هبدا ادخل بيانات، مثلا واحد اسمه احمد تمام. تيبل 2 مثلا تاريخ 1/1/2017، الموظف رقم 1، طبعا الفولز دي زي ما اتفقنا عايزها 0 او 1 براحتك. هنا واحد، هنا ده الحقل ده مش هينفع تغير فيه، ده عباره عن معادله معموله عشان ايه تصحح التنسيق بتاع الديت والتايم. طيب انا كده خلصت. لو انا عايز احذف احمد من الجدول واحد، طبعا في علاقه ما بين الجدولين، هي مش هتظهر لك تمام. في علاقه بين الجدولين دول. انا لو حذفت احمد المفروض كاسكيد ديليت يحذف مين؟ يحذف الجدول الثاني. بالفعل تم الحذف. يبقى انت كده يا سيدي معاك ادتين، الاس كيو ال سيرفر من الموف داتا، والاكسس المايكروسوفت اس كيو ال سيرفر ميجريشن اسيستنت فور اكسس. عندك الاداه دي وعندك الاداه دي، ايهما اسهل وايهما بدون اخطاء لديك اشتغل عليه. دي هحطها لك فيديو منفرد، واحط لك الملف تحتها، والدنيا ان شاء الله تكون سهله وبسيطه. والى اللقاء في التجربه الحيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.